الكوره سواء كان في التنميه الاجتماعيه او في الوزاره الماليه، نثبت للناس للشعب السوداني انه في قيادات نظيفه قادره مستعده تضحي لاجل الشعب. في النهايه نمهد الطريق لانتخاب حركه العدل والمساواه السودانيه ومشروع الحركه بحكم السودان فيما بعد فتره ان شاء الله. مبروك. ده الهدف وده الفهم. عشان كده يا جماعه ما تركنوا الى الحركه الى الفتره الانتقاليه. نحن لو ما رتبنا حالنا من الان لما بعد الفتره الانتقاليه مشروعنا ما بتنفذ. ونحن لو ضمننا واحد اخر ممكن يتولى الحقيبه الماليه وبيدفع لنا القروش اللي نحن دايرينها لتنفيذ اتفاق السلام ما كان قبلنا بالوزاره على الاطلاق. لكن لانه نحن عايزين نطمئن انه اتفاق السلام ده سينفذ وما لقينا الزول اللي نفذ لنا الاتفاق ويوفر لنا الموارد الماليه اللي ممكن ننفذ بها الاتفاق رضينا بالقسم. نحن مشروعنا كبير، رؤيتنا كبيرة، ونعاين لقدام. أقول لكم مطلوب منكم تجتهدوا تبنوا التنظيم ده من الآن. إن شاء الله. تعتبروا نفسكم بديتوا الحملة الانتخابية. إن شاء الله. نجهز بس نحصل. ما تركنوا للشيء اللي حصلتوا عليه الآن. ده ما بيساوي شيء. جاهزين. بالنسبة لحركة العدل والمساواة السودانية. أنا عايزين نحكم السودان ده كله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما بأفرادنا لكن بمشروعنا وإن شاء الله الحي فينا بيحكم إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيكم.